قناة. القناة. أشكرك دكتور شريف. يعني لفت النظر أنه عندما يتم قياس ضغط الدم يكون هناك الكثير من الاحتياطات فيما يخص الطريقة والآلية وغيرها أو الاستعدادات ما قبل حتى القياس. حدثني عن الأسس التي يمكن أن نقيس بها ضغط الدم، ولماذا نلجأ إلى ذلك، والفئة العمرية المستهدفة يعني ماذا عن قياس الدم؟ طبعا ضغط الدم ده موضوع مهم جدا، ويمكن ده مرض بنصاب بيصيب عدد كبير من الناس، ويمكن احنا مش قادرين نعرف حجم المشكلة قد ايه. بس لو احنا في اخر بحث اجري في مصر لمعرفة مدى انتشار ضغط الدم، وجدنا ان 26% من المصريين مصابين بمرض ضغط الدم. وده الكلام ده كان قبل قيام الثورة، فبعد قيام ثورتين وفي الوضع اللي احنا فيه اعتقد ان النسبة دلوقتي زادت. يعني التصريح الصادر عن الأستاذ الدكتور عمر رباط مع وزير الصحة والسكان يتحدث عن رقم قد تجاوز 30%. بالظبط كده، ما هو ده وانا في رأيي انه ازيد من كده كمان، تمام. يعني نقدر نقول ان تلت عدد سكان مصر مصابين بارتفاع ضغط الدم. ولو احنا شفنا انه شلنا بقى الاطفال واللي اقل من 18 سنة، فهنجد بالنسبة للكبار النسبة عالية جدا، تمام. وده بيورينا اهمية ارتفاع ضغط الدم. ويمكن احنا بنطلق جملة تهيألي السادة المشاهدين كلهم حافظينها، ان ضغط الدم هو القاتل الصامت. تمام. القاتل الصامت لانه هو ملوش اعراض معينة، يعني مثلا اللي عنده التهاب في المرارة او التهاب في الزائدة بيشتكي بوجع بيشتكي بألم، انما اللي عنده ضغط الدم ملوش عرض معين نقدر نشخصه منه. صداع ممكن اي واحد مننا ما نامش بالليل كويس، مجهد بيفكر يصدع، دي اعراض كلها كلنا بنحسها. واللي يجيله صداع ياخد قرص اسبرين، ياخد يشرب في فنجان شاي فنجان قهوة، الصداع بيروح فخلاص ما تمام. بياخدش باله. طب نشخص ضغط الدم ازاي بقى اذا كان هو ملوش اعراض معينة تشخصه؟ التشخيص الوحيد لضغط الدم هو عن طريق قياس ضغط الدم. تمام. فقياس ضغط الدم هو ده الوسيلة الوحيدة للتشخيص، ودي عملية سهلة جدا ان احنا نقيس ضغط الدم. ولكن لابد ان عشان نعرف لانه يعني تشخيص هذا المرض بيعتمد على قياس ضغط الدم، فلابد ان يتم قياس ضغط الدم بصورة صحيحة. تمام. لنرى معك الاستاذ الدكتور شريف عبد الهادي ومع مشاهدينا الكرام التنويه الذي اعده المخرج المتميز الاستاذ اشرف الزغبي في هذه الجزئيه، ونعود اليكم بعد هذا الفاصل. ستة وعشرين في المية من المصريين فوق سن الـ25 مرضى بارتفاع ضغط الدم، ممكن تكون واحد منهم. اللي يحدد ده مش احساسك بالصداع او الدوخة او طنين الودان، انما بقياس ضغط الدم. وعلشان ضغطك يكون مظبوط لازم تقيسه اكتر من مرة، بس ما تكونش عامل اي مجهود ومش واكل اي حاجة فيها ملح زيادة ولا مدخن سيجارة قبلها. وكمان لازم يكون جهاز قياس الضغط في مستوى صدرك والقياس يكون ببطء. واذا عرفت ان ضغطك عالي يعني اكتر من 140 على 90، مش معناه انك تاخد اي دواء ضغط، لازم تروح للدكتور يفحص قلبك وصدرك ويشوف تحاليلك ويوصف لك الدواء المناسب. ولما ضغطك ينضبط لازم تستمر في اخذ الدواء وتقيس الضغط بانتظام، لان ارتفاع الضغط ممكن يحصل تاني وبدون اي اعراض. بس ما تخافوش، مرض ارتفاع ضغط الدم ممكن السيطرة عليه، لكن الاهمال فيه بيسبب مضاعفات خطيرة في القلب والشرايين والكلى وفي المخ. علشان كده لازم نهتم